هذا بسبب ما تم التقاطهم في الستينيات من أجل حمايتهم بأوامر من الرئيس السابق فرانسوا تومبالباي. قامت تشاد أيضا بتسليم الوحوش إلى مشروع حماية الوحوش في العالم. أولئك الذين تم وصولهم في مطار مدينة أبشة هم من نسل الذين غادروا البلاد في الستينيات. هذا وكان في استقبالهم حاكم ولاية والداي رمضان إردبو والمدير العام لموارد الغابات والحياة البرية وبعض من مهندسي الوزارة المكلفة بالبيئة. من جانبه المدير التنفيذي لمنظمة صحراء كونسيرفيشن فون أكد أن بلاد نجات ساهمت بشكل كبير في نجاح المشروع، مضيفا أن كل الحيوانات التي عادت في تشاد تتنعم بصحة جيدة وتنتج بما يكفي. من جانبه حاكم ولاية والداي رمضان إردبو حيث أعرب عن سعادته بإرضاء المسؤولين المكلفين بحماية هذه الحيوانات. إذا كانت هذه الحيوانات آمنة ذلك بفضل توجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي الذي يهتم بحماية البيئة، أضاف رمضان إردبو الذي دعا في الوقت نفسه المواطنين عن حماية هذه الحيوانات. والجدير بالذكر أن هذه الوحوش ستنضم إلى الآخرين الذين يعيشون في وادي رمي الكائن في ولاية وادي فيرا.